يلا بينا بقى نعمل الكونفرسيشن دي مع بعض. انا هقرا لاين A وانت هتقرا لاين B، وزي ما اتدربنا قبل كده حاول تعمل الكونفرسيشن بنفس الطريقه اللي انت بتعبر بيها عن مشاعرك، ما تتعاملش معاها على انها نص انت بتقراه وخلاص، لا حاول تعبر عن مشاعرك باستخدام الجمل اللي انت بتقولها. تفهمت معنى كل حاجه وقادر انك انت تعبر عن نفسك باستخدام الكلمات والجمل دي؟ فيلا بينا نبدا. Hey خالد، I'd love to know more about your family. How many brothers and sisters do you have? Nice. Wow. Do you have a car? Wow. What color are they? How about your car? تعال بقى نشرح الكونفرسيشن دي مع بعض. في البدايه كده انت لما تيجي تقابل حد بتقول له هاي او هاي او هلو زي ما اتعلمنا في الدرس الاول، فهتقول له هاي خالد مثلا لو هو اسمه خالد، وعايز تقول له انا حابب اعرف اكتر او اعرف معلومات عن عيلتك، فهتقول له I'd love. I'd love اللي هي I would love، ودي اكسبريشن او مصطلح بيستخدم علشان تقول لحد انا حابب اعرف حاجه معينه. ف I'd love to know about your family. I'd love to know about your family معناها حابب اعرف اكتر عن عيلتك. فهو لو عايز يرد عليك هيبدا يقول well دي حاجه زي شوف هقول لك، زي ما احنا بنقول كده في المصري او في العربي، هو بيقول well فيقولها well I have a small family. لو انت بتتكلم عن عيلتك وعايز توصف اذا كانت هي عيلة كبيرة او عيلة صغيرة هتقول I have a، لو هي عيلة صغيرة هتقول I have a small family، لو هي عيلة كبيرة هتقول I have a big family. ولو عايز تقول بقى احنا اربعة احنا خمسة احنا ثلاثة ايا كان العدد بتاعنا هتقول There are four of us. لو انتوا اربعة او لو انتوا اكتر من كده هتقول there are، وبعدين تقول الرقم او النمبر بتاعكو وبعدين of us. فلو انتوا مثلا ستة افراد هتقول there are four of us، يعني احنا اربع افراد، او احنا ستة افراد لو انتوا ستة هتقول there are six of us. لو هو بقى عايز يسألك او انت عايز تسأل حد عن عدد افراد العيلة، عدد اخواته مثلا او اخواته البنات او اخواته الصبيان، هتقوله how many brothers and sisters do you have. How many brothers and sisters do you have؟ يعني انت عندك كم اخ وكم اخت؟ فهيجاوب هيقول I have my father مثلا لو هو عايز يتكلم عن ابوه، او لو هو مش عايز يتكلم عن ابوه هيقول مثلا I have two sisters، I have three brothers، I have four sisters، I have one brother، وهكذا. طب لو انت عايز تسأل حد بقى وتقول له هل انت عندك عربية، عندك موتوسيكل، عندك عجلة، ايا كانت الحاجة اللي عنده، فهتقول له Do you have a car؟ لو انت بتسأله عن عربية هتقول له Do you have a car؟ طب لو بتسأله هو انت عندك موتوسيكل او عجلة هتقول له Do you have a bike؟ دي العجلة اسمها bike. Do you have a bike؟ طبعا دي كي معلش كده بس هيزعلها شوية. Do you have a bike؟ او لو انت بتسأله انت عندك مثلا موتوسيكل هتقول له Do you have a motorbike؟ motorbike ده معناه الموتوسيكل اللي هو الدراجة البخارية. Do you have a motorbike؟ لو هو عايز يقول لك فعلا او في الحقيقه هيقول لك actually دي في الحقيقه او في الواقع زي ما احنا بنقول كده في العربي، فبيقولها بالانجلش actually. لاحظ ان ال T-U بيتنطق تش، فهو actually. هو عايز يقول له هنا we have three، يعني احنا عندنا ثلاث عربيات بسم الله ما شاء الله عليكم. We have three. One for my father، يعني عربيه واحده منهم for my father. One for my sister and one for my brother and me، يعني واحدة لأبويا واحدة لأختي وواحدة لي أنا وأخويا. فهو قال له واو، يعني هو باين عليه إن هو الحسد في عينيه، فبيقول له واو what color are they يعني إيه هو لونهم. فلو أنت عايز تسأل عن اللون بتاع حاجة هتقول what color is it أو what color are they عشان هو بيتكلم عن 3 cars هنا. قال له my father's car is black. لاحظ هنا ان في apostrophe s او الفاصله دي وبعد كده s،
فهنا بيتكلم عن ان حاجه ملك الشخص ده، ملك ابوه. My father's car يعني عربيه بابا is black. My sister's car is purple يعني عربيه اختي لونها موف purple، مش عارف ايه اللون ده. فهنا بعد كده قال له how about your car، how about your car يعني طب وبالنسبه بقى للعربيه بتاعتك. فلو انت عايز تسال حد تقول له ماذا عن او طب بالنسبه لي، هتقول له how about، how about، how about. فقال له it's blue، it's blue يعني لونها ازرق. مطلوب منك بقى دلوقتي ان انت تعمل conversation او محادثه شبه المحادثه اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي، وتتدرب عليها علشان تبقى جاهز لو حد سالك اي سؤال في محيط المحادثه او الconversation دي تعرف تجاوب عليه، ولو انت سالت اي سؤال لاي حد تبقى فاهم الاجابه اللي هو هيقولها.